والموضوع هو بسيط بس في نفس الوقت يعني محتاج مننا شوية تركيز في حياتنا. يعني موضوعنا النهاردة هو موضوع الكاريزما. الموضوع ده أو الكلمة دي ممكن يكون كلمة بارجة شوية، أو ممكن يكون دايما نسمعها، يعني نقول للبعض أنت فيك كده، يعني فيك كاريزما كده، فيك حاجة. أو ممكن نشوف حد نقول عليه إن هو أصل هو شخصيته جذابة، واخدين بالكم؟ يعني بص تلاقي عمالين ندي لبعض كده، فلان ده اصل فيه حاجة بتشد كده. الكلمات دي كلمات بتعبر عن كلمة اللي هي فكرة الكاريزما. أنا عايز بس قبل ما ابتدي كده عايز كده نتخيل مع بعض، ممكن نحط تعريف للكلمة دي، كلمة الكاريزما. يعني إيه كاريزما؟ يعني إيه حد نشوفه من أول ما يبان كده نحس إن إحنا استريحنا له كده، عارفين كده، في اطمنا، عارفين في كلمات كده يمكن حتى يقولوا الانطباع الاول يدوم. يعني في دقيقتين ثلاثه كده تقدر تشوف حد، لا بص انا استريحت له، عارفين، عاملين زي البنات كده اللي ايه لسه بيشوفوا العريس فيقول لك لا انا استريحت له، لا انا مش طايقاه، يعني يا دي يا دي، يعني عارفين حاجه كده. ليه بقى؟ ايه السبب؟ ها؟ ايه السبب؟ ايه اللي بيخلي كل واحد فينا يبتدي ياخد الانطباع ده من اللحظات الاولى؟ تعالوا كده نعرف ممكن ليه من تعريفات بسيطة من حضراتكم. ايوه، ايه بقى دي؟ تعبيرات الوش. الوش بتاعه تحس واحد كده مريح، تشوفه كده وشه بشوش مثلا، ملامح وشه هادية، يعني عارفين كده في وداعة زي سيد المسيح كده، ها؟ يعني تلاقيه كده بيجذبك من غير ما يقول ولا كلمة، ها؟ يعني من غير ما يتكلم، مجرد ملامح وشه بتديك انطباع واحساس بالهدوء. اشكرك. ايه تاني؟ اشكرك. الشخصية القوية. والشخصية القوية على فكرة يا جماعة قد يكون فينا ناس يقولوا شخصية قوية يبقى ديكتاتور، لا مش كده. شخصية قوية هو عنده نوع من الايه؟ من الحزم، عنده نوع من انه بياخد قرار مش بيحمل التردد. يعني انت لما تلاقي واحد كده، طب اروح دي ولا دي؟ طب اعمل دي ولا دي؟ انت نفسك مش مقتنع، يعني مش مبسوط وانت بتتعامل معاه. شخصية دايما تقول عليه شخصية مترددة، لكن الشخصية القوية هو اخد قرار وهيتحمل نتيجة ايه؟ نتيجة قراره، حتى لو كانت قرار ده غلط، لا انا موافق، خلاص انا اللي هتحمل نتيجة القرار ده. فالشخصية القوية هنا شخصية انت بتطمن، خلاص فلان ده حتى لو حاجة غلط هو ايه؟ اللي هيتحمل نتيجة الخطأ ده. الشخصية قوية، الكاريزما، تمام. ايه تاني؟ حضرتك قلت البادي لانجوج، يعني ممكن، طب قولها، تقدر تفسرها لي اكتر بدل ما انا افسر؟ تمام تمام صح. احيانا في ناس تبص تلاقي هو بيتكلم ممكن هو قال كلمتين بس عمل حركات بايديه يعني دوخك، يعني خلاك دخت، واحيانا كل كلمه بيقولها تلاقي ليها معنى بحركة الإيد، بالابتسامة، بالنظرة، بكل حركة في جسمه، الإنصات الجيد، تلاقيه باصص لك، الأي كونتاكت، كل دي بيسموها الإيه؟ البادي لانجوج، إن هو مهتم بيك أو إن هو بيديك إحساس بالاهتمام. مش أي حد يقدر يعمل الحتة دي برضه، يعني أحيانا نلاقي ناس ساكتة بس، وأنت عمال تتكلم تتكلم تتكلم، وبعد ما خلصت على فكرة أنا استريحت. بس. إيه ده؟ ده ما قالش ولا كلمة، أنا ما كنتش عايز حد يتكلم قد ما كنت عايز حد إيه؟ يسمعني. حتة السمع والإنصات مش أي حد يا جماعة فعلا عنده، دي موهبة. تخيلوا إنك تقعد تتكلم واللي قدامك بيبص لك، وكل كلمة أنت بتقولها بيديك طاقة كده إن هو بيسمعك ومهتم بيك. فالحتة دي فعلا أشكرك عليها بالظبط، ودي برضو بتخضع لفكرة الكاريزما. شخص إداني إحساس بالراحة، بالهدوء، بالطمأنينة. ايه تاني في الكاريزما؟ تعريف. لا ده الكاريزما دي حاجه كبيره. ها؟ نعم؟ ترتيب الكلمات، يعني اختيارك للكلمات، مفردات الكلمات. نعم؟ اللباقه، عنده لباقه في الحوار، لبق، كلامه كده بيطلع منه سلاسل ذهب، عارفين كده، تسمع الكلمه موزونه، بتسمع حاجه كده بتحس كده ان الراجل ده فاهم هو بيقول ايه، عارف هو بيتكلم في ايه، زي الناس بتوع السياسه كده،
تبص تلاقي الراجل اللي بيقدم في الانتخابات ده شخصيته كده بيتكلم، يروح للناس اللي هم البسطة، بيعرف يختار مفردات الكلام اللي تشدهم ويقول الكلام اللي يرضيهم، يروح في مجتمع راقي عالي كده، مش عارف ناس مثقفين، مش عارف، بيتكلم بالمستوى بتاعهم بالاسلوب بتاعهم، بيعرف يختار الكلمات بتاعته ويلبق في الكلام بتاعه. ايه تاني؟ ها، عاوز اسمع. اشكرك. عنده ثقة في نفسه، عنده ثقة في نفسه، بيبقى واثق، هو عارف كويس ان اللي بيقوله ده كلام هو مؤمن بيه. والثقة دي لو انا عندي ثقة في نفسي انا هخليك تثق فيا، فاهمين الفكرة؟ يعني تلاقي واحد كده هو بيتكلم مثلا مهزوز، مش مطمن، يقول الكلمة وحاسس ان انت لا، هو بيقولها هو مش مقتنع بيها، عارفين الحتة دي؟ يعني احيانا تلاقي واحد كده بيتكلم تحس ان هو نفسه مش مقتنع بالكلام اللي بيقوله. فالثقة في النفس بتدي للواحد فعلا احساس متبادل مع اللي قدامه. ايه كمان في الكاريزما؟ طيب هقول حاجة، حد يعرف انواع الكاريزما؟ انواع ايه ده؟ كاريزما ليه انواع؟ طب في التعريف وعديناها، وكمان في انواع للكاريزما؟ طب بلاش، هوضحها لكم اكتر بفكره الانواع. في نقدر نسميها شخصيات، يعني ده الكاركتر ده او مجموعه الشخصيات دي كاريزما. ها، ليه؟ الانطوائي، تمام. بس لا، انا قصدي حته كده. اشكرك. ايوه، اسمع حضرتك، استاذ داود بيغششنا وبيقول لنا يعني زي حد قائد. الناس دي قاده، القاده دي كاريزما. يعني عمرنا ما شفنا قاده وتلاقيهم كده، يعني حتى لو هو مش حلو الله يرحمه زي اللي فات ده، ها، احنا نفسنا مالنا على طول، والحمد لله لسه كنا بنحتفل من كام يوم بس، يعني ها، من 30. ها، ده ما ينفعش، ده مش ممكن يكون ايه قائد، زي ما الاستاذ داوود بيقول لنا الكاريزما بتحكم على القائد، بتخليه ده فعلا قائد. مين تاني غير القائد؟ ها، حد تاني؟ اشكرك، برافو. الناس اللي عندهم نجوميه، نجم، ها، يبقى القائد والنجم طبعا. عمرنا يعني تلاقي كده النجوم دول اللبس بتاعهم بس بيشدك، طريقة الكلام والقعدة والستايل والسجادة الحمراء وهم ماشيين بيتصوروا، دي كلها ايه؟ فيها حاجة كده، هتلاقيها في حاجة جاذبية، بيجذبنا بطريقته وبأسلوبه. النجم، القائد والنجم، مين كمان؟ المدرس أو أستاذ الجامعة ممكن نعليها، من هو صاحب رسالة، وأصحاب الرسالة ممكن نسميهم الزعماء. ايه ده؟ هو في الزعيم غير القائد؟ اه، وهنعرف ازاي. يبقى الزعيم، شخصية الزعيم ده بيحمل رسالة وبيحمل فكر معين بيوصله لك باسلوب ايه؟ عن طريق الكاريزما اللي بيحملها. واخدنا تفادنا ثلاثة، فاضل حاجة واحدة وهنبتدي. ها، ايه ده؟ برافو برافو. الادارة، والادارة بيحملها المدير. من يدير؟ ها، رئيس مجلس إدارة، مش عارف مين، بس بنلخصها في المدير. والمدير الناجح دايما بيكون له ايه؟ كاريزما، ان بيها بيقدر يأثر على كل ايه؟ الموظفين والناس اللي بيشتغلوا معاه. حلو قوي. هم دول الاربع انواع اللي انا جايبهم لكم، بس عايز اقول لكم ان انواع الكاريزما اكتر من كده، يعني في حوالي 13 نوع، بس انا عشان الوقت والمجهود عشان نقدر نتكلم مع بعض، فخلق لنا اربعه نتكلم فيهم النهارده. قبل بس ما ابتدي عايز اعرض فيلم صغير. الفيلم ده بيبين لنا فيه شخصيات كده في المجتمع والناس عايشين وسطينا، مش عايزين نبقى ايه؟ نبقى زيهم، مش عايزين نبقى زيهم، وبالتالي عايزين نكون شخصيات مختلفة عن اللي هنشوفها في الفيلم. بص، هو الفيلم ده رغم ان هو كرتون بس كئيب، يعني بحب ابشركم، يعني هو الفيلم مقصود ان هو يبقى ضلمه كده، هيتفح دلوقتي، ما تقلقوش. ده بالليل او الفجر، الراجل هيصحى من النوم دلوقتي هنشوفه. باين اي حاجه؟ حاولوا ركزوا. واحد بيقوم من النوم، ركزوا في الملامح بتاعت وشه،
أباجورة ده واحد شايل إيه؟ شايل أباجورة. حلو. الراجل ده كمان بيحلق دقنه، واحد شايل له إيه؟ المراية. واضح إن الناس كلها إيه؟ بتساعده. بصوا ملامح الوش، حتى العيلة بتاعته كلها عامل فيهم إيه؟ مفخرهم، مخليهم ترابيزة وكرسي. ايه الراجل ده؟ يا ترى بيشتغل ايه؟ يا ترى ايه اللي بيخليه يعمل كده في الناس؟ حتى في اقرب الناس ليه؟ قاعد بيفطر، بعد ما خلص فطار حتى مراته كمان عاملها ايه؟ شماعة، نسي المفاتيح. شايفين ملامح الوش؟ يا ترى المجتمع اللي الراجل ده عايش فيه كمان شكله ايه؟ واقف مستني الاتوبيس، يا ترى شكل الاتوبيس عندهم ايه؟ حتى الاتوبيس ووسيلة المواصلات كمان فيها نوع من الاستغلال للناس، حتى إشارة المرور واقفين الإشارة. الراجل مستعجل عايز يجري شوية، من بالكم؟ حتى الباب اللي بالكهرباء عاملين ناس وشخصيات. يا ترى الأسانسير ايه كمان؟ بصوا اللي بيشد الأسانسير. معلش يا سيدي، كان الدور الرابع. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ ايه الشخصية دي؟ بيشتغل ايه؟ يا ترى ايه شغلته؟ دلوقتي هنعرف بيشتغل ايه هذا الجبروت، الشخصية الفظيعة اللي مخلية كل الناس بتخضع لكل حاجة هو بيعملها، كل اللي هو عايزه بيسمعه في كلامه. الدولاب بتاعه، حتى السكرتيرة بتاعته عاملها كمان ايه؟ شماعة برضه. مستغل لكل الناس. عايزين نعرف بيشتغل ايه بالظبط. هو رايح مكتبه دلوقتي وهنشوف بقى ايه شغلته. مش عارف ليه وقف قدام الباب. تعب ده، شكله اغمى عليه. ها هنعرف بيشتغل ايه دلوقتي. عرفتوا بيشتغل ايه؟ بواسة. فعلا الراجل اللي احنا شفناه الجبروت ده اللي مسخر كل الناس بيشتغل بواسة. يمكن الفيلم ده عايز يعني يسخر من المجتمع اللي ممكن يكون احنا بنعيش فيه. احيانا فعلا احنا بنعيش في وسط ناس بتدي لنفسها احساس عالي جدا، بيدوا لنفسها ان هم رؤساء، بيدوا لنفسها ان هم بيتحكموا في الناس كلهم، لكن الحقيقه ان هم من جوه ايه؟ ها؟ فاضيين تماما من جوه. هم عندهم اسقاط، بيسقطوا اللي عندهم ده على مين؟ على اقرب الناس ليهم، وبالتالي هم فعلا عندهم ايه؟ مرضى. ممكن يكون المجتمع اللي احنا عايشين فيه شبيه شويه باللي احنا شفناه. فعلا احنا ممكن يكون وسطينا ناس بالشكل ده، ناس عندها جبروت ومسيطرة، وعلى مين؟ على فريق تاني من الناس اللي الخاضع لدول.
وترى احنا النهاردة عايزين نتعلم حاجة مهمة جدا، او نخلي بالنا كده من حاجة مهمة جدا، ان احنا عايزين نكون شخصيات ايه مختلفة عن اللي احنا شفناه. لا احنا نبقى عايشين بالشكل ده بالجبروت ده، ولا كمان ان احنا خاضعين لمين للشخصيات دي، لكن احنا بنرفض الغلط وبنحاول ان احنا نعمل نصلح، ونحاول ان احنا نكون فعلا زي ما ربنا قال لنا ان احنا نكون نور للعالم وملح للارض. تعالوا نشوف الشخصية الكاريزما بتبقى عاملة ازاي، بتعيش ازاي، بيتعاملوا ازاي مع الناس، ايه انواعهم، اي نوع او اي فكرة. زي ما انتم شايفين احنا اتفقنا ان النهاردة عندنا ايه اربع انواع. النوع الاول زي ما قلنا اللي هو النجم، النوع الثاني الزعيم والمدير والقائد. كل شخصية من الشخصيات ديت بتحمل طريقة وكاركتر في التعامل مع مين؟ مع الناس. السؤال، هل اركز عاد على الاخرين ام على نفسي واهتماماتي الشخصية؟ يا ترى الشخصية اللي هي الكاريزما دي تفتكروا دايما بيبص على الناس ويحاول ان هو يشوف كل واحد بيعمل ايه وايه الاخطاء والحاجات دي كلها، ولا بيركز على نفسه؟ يعني انا علشان اكون كاريزما ابص على حواليا ولا ابص على نفسي؟ ها، على نفسي. برافو برافو. على حواليا، حلو. يا ترى الاثنين هتعامل ازاي؟ هتعامل مع الناس ولا هتعامل مع نفسي؟ بصوا الاجابتين صح، ان انا هتعامل مع الاثنين صح، بس البداية بتبتدي منين؟ من نفسي. لازم انا ايه اتغير، لازم انا احاول ادي لنفسي امكانيات تديني ايه ان انا اكون شخصية كاريزما، اكون شخص مؤثر مش متأثر، اكون شخص وسط المجتمع بضيف وهبقى قيمة مضافة وسط الناس كلها، لكن ما كنش شخصية مالها تابعة، ما كنش شخصية تابعة. وعلشان اعرف الامكانيات اللي فيا زي بالظبط الراجل صاحبنا اللي كان عنده فيلا كبيرة قوي. ده كان واحد عنده فيلا كبيرة شيك جدا، كل الناس اللي بتعدي من جنب الفيلا دي تتمنى بس انها ايه تدخل تتفرج على الامكانيات بتاعت الفيلا والجمال والروعة بتاعتها. الراجل ده قرر في يوم ان هو يعمل ايه، انه يبيع الفيلا. بس هو ما كانش شاطر في موضوع البيع، فاتصل بصاحبه مستشار كبير في البيع، قال له تعالى انا عايزك علشان انا نويت وخدت القرار في ان انا ايه ابيع الفيلا. صاحبه قال له معقولة ازاي تعمل كده، ده ناس كتيرة بتتمنى انها تسكن ويبقى عندها مكان رائع زي اللي انت فيه. قال له لا خلاص انا قررت ايه ان انا ابيع الفيلا. صاحب المستشار اللي في البيع ده جه وبص على الفيلا، ابتدى يشوف كل الامكانيات اللي فيها، كم دور، مساحتها قد ايه، عدد الاوض، البسين، بتبص على ايه، الفيو بتاعها، كل التفاصيل ايه اللي في الفيلا. وابتدى يكتب التقرير بتاعه علشان ايه، علشان يبتدي ينزل الاعلان لبيع الفيلا. بعد ما كتب كل حاجة وكتب التقرير سلمه لصاحب الفيلا وقال له هسيبك يومين تقرا، لو في اي حاجة او في اي تعديل قول لي علشان الحق ايه اعدل قبل ما انزل الاعلان. صاحب الفيلا قال له انا عارف الفيلا بتاعتي وعارف كل حاجة. ابتدى يقلب يقلب، كان سايبه ايه يومين، قعد يقرا يقرا يقرا، بعد ساعة واحدة اخد القرار بتاعه. يا ترى كان ايه القرار بتاعه؟ اتصل بصاحبه المستشار وقال له اوعى تبيع الفيلا. صاحبه استغرب جدا، قال له ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا كتبت حاجة غلط؟ طب في حاجة مش مظبوطة؟ طب في حاجة حابب تعدلها؟ انت كنت واخد القرار انك تبيع الفيلا، ايه اللي حصل؟ قال له ايه؟ قال له انا ما كنتش اعرف ان انا معايا كنز وثروة وحاجة رائعة بالشكل ده، انا عشت عمري كله وحياتي كلها علشان ايه؟ اجيب مكان رائع زي اللي انا بسكن فيه. الله، ما ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاه ياخد قرار بالشكل ده؟ ما كانش شايف الامكانيات، ما كانش يعرف الامكانيات اللي عنده في الفيلا، ما كانش واخد باله يمكن حاجة كمان، دي المشكلة الكبيرة، ان هو ايه؟ اشكرك، اتعود على ايه؟ على الفيلا بتاعته، اتعود على المكان اللي هو فيه، خلاص اخد عليه، اللي بيبات فيه يصبح فيه، روتين الحياة زي ما هو، هي
الدنيا كده وعشنا فيها كده وهنموت كده، ها الحياة ماشية ايه؟ ماشية بشكل روتيني. لكن النهاردة لما حصل عنده واخد قرار بالشكل ده انه يعمل ايه؟ عايز يغير الفكرة بتاعته. لما حد ابتدى يكتب بطريقة تانية، لما بقى فيه عينين تانية بتبص على ايه؟ المكان اللي هو عايش فيه، اداله احساس جديد، اداله فكر جديد، اداله رؤية جديدة، عرفه بفعلا الامكانيات الرائعة اللي موجودة ايه في الفيلا. يا ترى ايه علاقة الفيلا بينا؟ احنا نفسنا ايه الفيلا؟ احنا اللي عندنا الامكانيات دي، احنا اللي عندنا حاجات كثيرة جدا. ربنا ادى لكل واحد فينا امكانيات، وزنات، قدرات، امكانيات، مواهب، ادى لكل واحد فينا حاجات كثيرة جدا. وما ميزش حد على حد، او ما قالش ان انا بحب فلان او المجموعه دي والمجموعه دي، لا. ها الكل سواسيه، الكل زي بعضه، راجل وست، اللي هم الناس اللي بره مصر واللي جوه مصر، كل العالم كله، كل البشر ادهم امكانيات. بس المشكله في ايه؟ ها اشكرك، الامكانيات دي موجوده فينا، محتاجه حد ها يدور، يبتدي يعمل كده زي لما يديني نفتح الدولاب بتاعنا الصبح وتقوم الهدوم مالها واقعه كلها. ها الفكره دي ان احنا احيانا نحط كده ندور، يا نهار ابيض ايه ده، الجاكيت ده انا مشتريه بقالي سنتين، هو ده انا نسيته خالص، كل ده ليه؟ الدنيا مالها متلخبطه، الدنيا على بعضها، محتاجه حياتنا نحصل لها ايه؟ ترتيب او اعاده ترتيب او وقفه، ونقول لنفسنا ايه؟ يا ترى انا بعمل ايه؟ يا ترى الخطوة الجاية أنا عايز إيه؟ يا ترى بعد سنة أنا طموحي إيه؟ يا ترى كمان 5 سنين أنا عايز أعمل إيه؟ كل ده لازم أقعد فيه مع نفسي وأقرر أنا محتاج إيه؟ الكاريزما والشخصية الكاريزمية دي، شخصية جميلة فعلا، ما بتقعدش قدام التلفزيون في التكييف وماسكة الريموت كنترول وعمالة تقلب في القنوات. الشخصية الكاريزما دي شخصية فعلا باستمرار طموحة، عندها باستمرار ها ابتكار وتجديد واسلوب حل مختلف، واي مشكله بتواجهه بيبتدي يفكر فيها، وبيبقى بالنسبه له المشاكل دي مش زي ما بنقعد نعرفها دي مصيبه وكارثه والكلام ده، لا. المشكله او الحاجه اللي بيمر بيها بيسميها وبيعرفها زي الناس الصينيين، عارفين المشكله في الصين بتتعرف بايه؟ اللفظ بتاعها. يعني احنا هنا مثلا عندي مشكله، نتصل ببعض ونقول ايه؟ اسكت، ده انا عندي النهارده حته مصيبه، والسسبنس يزيد، ده انا عندي كارثه، ده انا عندي بلوه. واخدين بالكم الكلمات دي ها معناها ايه بالنسبه لي؟ تفتكروا لما انا اقعد اقول كده تاني يوم هروح اعرف احل حاجه في الشغل؟ طبعا لا، ده بقيت مكتسب طاقه سلبيه مغطياني. الصينيين مختلفين تماما، الصينيين يسموا كلمه مشكله بايه؟ فرصه. فرصه، انا حصلت عندي النهارده جات لي فرصه عشان ايه؟ يتعلم حاجه جديده، يعرف حاجه جديده، يكتسب خبره جديده، كل ده بيخليهم شعب متقدم. الحاجات دي كلها حتى ولو كانت بالكلمات لازم يكون عندنا حته ربط القول ها بالفعل. لازم نربط كلامنا بفعلنا، حتى لما يرسموا مثلث الاحتياجات كده دايما من ضمن الحاجات اللي احنا دايما يبص عليها راس المثلث فوق الكلام، لكن بقيه المثلث افعال وامكانيات وحاجات. احنا عندنا المثلث ماله؟ كله ايه؟ كله كلام. واخدين بالكم؟ اخر حاجه وحاطين حته صغيره قوي كده هو ده الفعل، هو ده اللي احنا هنعمله. لكن فعلا الكاريزما والشخصيه الكاريزميه، الشخصيه المؤثره، قبل ما تاثر على الناس لازم انت تعمل ايه في نفسك؟ تكون بتعرف تتحكم في نفسك، لازم تكون بتعرف كويس جدا امكانيات وقدرات نفسك. فكرة الأربع أنواع دي فكرتها هي بس عايزة أننا نصنف نفسينا، يا ترى أنا إيه؟ يا ترى أنا بميل لأني شخصية من الشخصيات دي؟ وعايزين نركز فيهم علشان نعرف بالظبط إيه الإمكانيات بتاعنا. الأول لازم نعرف يعني إيه كاريزمة الزعيم. كلمة زعيم، مين كان في العالم عايش ويطلق عليه زعيم؟ مين هو الزعيم؟ مصطفى كامل؟ هتلر؟ سعد زغلول؟ مفيش فايدة. ها غاندي، برافو. وهو انا جايب لكم معايا النهارده مين؟ غاندي. الاول الزعيم لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، ايه الفرق بين الزعيم
والقائد، الزعيم والقائد. اتفضل. اشكرك. الزعيم صاحب فكره. طب والقائد؟ القائد ده اداره مين؟ يعني عشان يبقى يوجه. حلو. ايوه بس يوجههم. حلو دي. يبقى الزعيم يا جماعه بيحمل فكره مش مسؤول. اتفضل. الزعيم هو بيقول فكره انا مؤمنه بيها، انما القائد هو مفروض عليا ان انا اطيعه. تمام، مفروض عليا. بس احنا تمام حلو، بس خلينا في الزعيم. هو فعلا الزعيم شخصيه بيقول حاجه او بيحمل رساله انا عايز ايه اسمعها واثقه في ان هو بيحملها. الزعيم الفكره بتاعته بتبقى هو مؤمن بيها كويس جدا. الفرق بين الزعيم والقائد، الزعيم مش موجود وسط الناس. ايه؟ اه، الزعيم ممكن يكون منفي، الزعيم ممكن يكون في اوضته، الزعيم ممكن يكون في السجن. لكن ايه اللي بيحصل بالظبط كده؟ بيوصل افكاره. هقرب لكم الفكره. انا عارف ان ممكن الشخصيات دي تكون دايما. البابا شنودة نفسه كان ايه؟ كان زعيم روحي، وهو منفي في السقف في الدير. كان ايه اللي بيحصل؟ وعظاته وكلماته، مريض وبره مصر كان كل الوعظات وكل الكلمات مؤثره وموجوده ايه وشغاله. ها، بابا شنودة كان يقولوا كده ان هو كان في مره من المرات قاعد بيعمل كده في الكره الارضيه، بيلعب كده ها قدام المكتب بتاعه، فبيقولوا له بتفكر في ايه يا سيدنا؟ قال لهم انا نفسي ابني كنيسه. ها، فين؟ في كل حته في العالم على مستوى الخريطه دي. دي كانت فكره، رؤيه بمجداله. ها، يا ترى الرؤيه دي اتحققت ولا لا؟ تمام، يبقى هي دي الفكره. هو ابتدى يقول لهم بمفهوم بسيط جدا وبفكره بسيطه جدا، لكن ايه اللي حصل؟ فعلا الفكره اتنفذت وكانت على كل مستوى ايه؟ كرازه على مستوى العالم. الزعيم هي في دي الفكره، هو يؤمن بشيء وعايز يعمل ايه؟ وعايز يحققه. يا ترى غاندي كان ايه الفكره؟ بصوا اهو، يقول لك ليس من الضروري ان يكون في الميدان. الزعيم مش مهم ان يكون في الميدان زي القائد، لكن الزعيم زي ما قلت لكم بيحمل رساله. الزعيم غاندي كان ايه اللي عايزه؟ كان عايز يعمل ايه؟ تحرير للشعب بتاعه من مين؟ من المستعمر اللي هو انجلترا في الوقت ده. ها؟ عمل ايه؟ كان صايم بس، كان متوحد، كان بعيد عن اي حاجه، لكن كان عايز يعمل ايه؟ عايز يوصل رساله. الغريب بقى ان الزعيم ده كان في منتهى الضعف وصوم، والمفروض ان كان في صلوات يعني. ها، وحتى الكاركتر لبسه نفسه كان ابسط حاجه موجوده، يمكن الافقر الفقرة يمكن كان احسن منه شويه. واخدين بالكم؟ كل ده بيدينا انطباع ان الزعيم لا يهتم بمظهره وبشكله. الزعيم مش مهم يكون وسط الناس، الزعيم مش بيدير حد، لكن الفكره كلها ان الزعيم ماله؟ بيوصل رساله. خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله ده هو عكس شخصيات هنمر عليها تاني. فيبقى الزعيم ماله؟ بيحمل رساله وله ايه؟ وجهه نظر. الزعيم غاندي الغياب اقوى من الحضور. فعلا الراجل ده وهو مش وسط الناس كان عنده قوه جباره، قدر انه ياثر مش بس على الهنود، على الناس اللي كانوا عايشين في المجتمع بتاعه، لازم ياثر على المجتمع كله ويؤمنوا بايه؟ باحساس ان الراجل ده فعلا بيحمل رساله ان هو محتاج انه يحرر الشعب بتاعه. الزعيم لا يموت لانه يقود بالفكره والكلمه. الكلمه والفكره مالها؟ مش بتموت، دايما باستمرار موجوده، وهو ده بيبقى زي بالظبط كده اضاءه ونور الناس كلها ايه؟ بتمشي في اتجاهه. القائد الراحل، لكن لا يوجد زعيم ايه؟ زعيم راحل، بغض النظر عن ان احنا نقول دايما ايه؟ الزعيم الراحل، لكن الفكره دي مش مظبوطه. كلمه زعيم، لا، الزعيم لا يرحل، زي ما قلت لكم الزعيم دايما موجود بافكاره، لان مش بنتكلم على شخصيه، احنا بنتكلم على فكر. الزعيم الحقيقي لا يهم مظهره زي ما قلنا، ولا ثروته، ولا التهم التي توجه اليه. الكلمه دي مهمه جدا للشخصيه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ممكن جدا يكون الزعيم متهم بشيء معين بس مش بيهتم بده، ما بتفرقش معاه ده. ليه؟ الشخصيه دي مين؟ نيلسون مانديلا. الشخص ده كان زعيم موجود فين يا جماعه؟ في السجن، كان مسجون. وقعد مده طويله في السجن، وكان دايما بيبعت ايه؟
رسائل بمنتهى القوة للشعب على ما هو ايه، يدوله قوة ويدوله عزيمة علشان ان احنا ننتصر على مين، على الاستعمار الانجليزي. وفعلا بعد 20 سنة تقريبا كان مسجون او يمكن اكتر، بعد ما خرج عينيه بقى هو ايه، بقى رئيس جنوب افريقيا. الراجل ده ما كانش متوقع ابدا ان هو يخرج من السجن، لكن كان باستمرار مؤمن جدا بالقضية بتاعته وبالرسالة بتاعته انه فعلا هيقدر يعمل ايه، تحرير لبلاده جنوب افريقيا. بصوا حتى الشكل بتاعه، بصوا الصورة دي والصورة دي، يعني بس في كده، بصوا الفكرة قد ايه زي ما حضرتك قلت كده ان البادي لانجوج او الشكل بتاعه بيفرق جدا. بصوا الصورة دي منورة ايه ازاي بسبب ابتسامته، والصورة دي فيها عضو حزن كده، ها قد ايه فعلا الشخصية الكاريزمية بيفرق جدا حتى على شكله، لما بيديك انطباع احساس كده بيوصله لك، ملامح الوش بتفرق جدا جدا. من اهم صفات الزعيم افكاره ومنطق حديثه، هنا الاساس هو بيتكلم في ايه، هو ايه اللي هو عايزه. ودايما الزعيم الشاطر بقى واللي هو بيبقى ماسك مجموعة ناس كده وبتتبعه، عندهم ثقة فيه بشكل غير عادي، افكاره قوية ومتجددة، بيعرف يلخص الفكرة بتاعته ويوضحها للناس كلها، ويوضح القضية اللي هو ايه عايش من اجلها، وان هو عايز الناس دي تتغير، وان هم كمان يكونوا متفقين معاه في نفس وجهة النظر. الاحتفاظ برسائل اتصاله بالاخرين حتى على مستوى الابتسامة وطريقة التعامل معاهم، القدرة على تكوين الافكار، عنده باستمرار ايه اسلوب في الافكار وابداع. الراجل الزعيم ده بيبقى باستمرار عنده افكار متجددة علشان يقدر يقود بيها ايه الشعب. طبعا بالنسبة له بيقدر يشرح وبيعرف يشرح الفكرة بتاعته والرسالة بتاعته. الزعيم يحمل رسالة، يحمل رسالة وبيحاول ان هو يوصلها منين لكل الشعب. يبقى اشهر زعماء كانت موجودة غاندي ومين، ونيلسون مانديلا. حد تاني عنده اضافة غير في الزعمة؟ جمال عبد الناصر، تمام هو زعيم بس هنشوفه في حاجة تانية دلوقتي، ها عرابي، تمام. الناس دي كانت بتحمل رسالة رغم ان هم كانوا في المنفى، لكن ماله كان بيعرف يوصل الرسالة بتاعته. الكاريزما التانية شخصية القائد. القائد عكس مين؟ عكس الزعيم. قلنا الزعيم بيبقى موجود فين؟ في البيت. فين تاني؟ في السجن، في المنفى. لكن القائد العكس، القائد موجود فين؟ وسط الناس. هبسطها لكم اوي اوي اوي. عارفين القائد ده بيعمل ايه بالظبط؟ القائد ده اللي بيبقى ايه؟ قدام الناس. ها؟ عمرنا شفنا كده حتى في مستوى الافلام. اشهر كلمة حتى على مستوى الحرب، القائد واقف قدامه يقول لهم ايه؟ هجوم. برافو، بالظبط هجوم. تلاقي كل ايه الناس وراه. لو احنا شفنا القائد واقف في الاخر من بالكم ده هجوم ايه؟ يعني ايه القائد ده؟ فاهمين؟ هتلاقيه راح هروب بالظبط كده، هتلاقيه راجعين كلهم لورا. خلاص؟ هو القائد كده، القائد هو اللي دايما من المقدام، القائد هو اللي في مقدمة الايه الصفوف. القائد هو اللي يجري يدخل الغابة يتسلق أعلى شجرة ويقف ويبص كده ويقول لهم إيه؟ لا مش ده المكان الصح، ارجعوا تاني. فاهمين الفكرة؟ القائد هو اللي إيه؟ اللي له فيجن، هو اللي له رؤية، هو اللي شايف الطريق الصح إيه؟ وهو اللي بيمشي الأول قدامهم ويبتدي هو اللي يتقدم الناس كلها. القائد بيوزع الأدوار. القائد بيهتم مين اللي هيعمل الموضوع ده. خلاص؟ وبيسيب كل السلطات لمين؟ للشخص، بيديله كل السلطات، بس في نفس الوقت هو ماله؟ المسؤول. هو المسؤول. في فرق، انا بدي سلطة، بديك تفويض تعمل الحاجة دي كقائد، لكن الفكرة كلها ان انا دايما ايه؟ اتابع معاك. اشهر موقف في التاريخ حصل، وفعلا زي ما حضرتك قلت كده موضوع القائد هو كمان مين؟ ها؟ حضرتك لسه قايل اسمه؟ بالظبط كده، عبد الناصر. عبد الناصر ايه اللي حصل؟ عارفين ان هو كان قائد، كان عنده رؤية انه يوحد العرب وان هو يكون الزعيم الكبير طبعا، بس كفكرة الزعيم غير الزعيم بتاعتنا، الزعامة في
ان هو القائد الاعلى والكبير بتاع البلد المنطقة العربية كلها. جاله الرئيس الاسد اللي هو مين؟ رئيس مين؟ سوريا حافظ الاسد. جه قال له ايه؟ الحق ده اسرائيل بتحشد الجنود بتاعتها ناحية الجولان وشكلهم ايه؟ عايزين يهجموا. طبعا هو كايه؟ كقائد ومنصب نفسه ان هو مسؤول عن العرب كلهم وهو الراعي الرسمي ان هو يدافع عن العرب، عمل ايه؟ قال له لا ما تخافش. راح لمين؟ لعبد الحكيم عامر. راح ساله ايه اخبار الجيش بتاعنا؟ قال له اشهر كلمتين موجودين وبيدرسوا دلوقتي. قال له ايه؟ رد عليه قال له يا عبد الحكيم عامر ها؟ كله تمام يا ريس وايه؟ وبرقبتي. واخدين بالكم؟ قال له ايه؟ كله تمام يا ريس وبرقبتي. الزعيم القائد جمال عبد الناصر سمع الكلام ده وراح عمل ايه؟ راح باعت للامم المتحده قال لهم انه عايز يطلع كل الجنود اللي هو بتاعت حزب السلام من سيناء. مين يا جماعه اللي اعلن الحرب؟ اسرائيل ولا مصر؟ مصر. عمل كده خرج الناس، اسرائيل فهمت ان هو هيحارب، راحت هي عامله ايه؟ المبادره. راحت واخده الجولان وسيناء والضفه يعني واخدين بالكم؟ راحت لمه ايه؟ كل الكلام ده. السبب ايه؟ سبب كلمتين مش كده؟ كله تمام يا ريس وايه؟ وبرقبتي. الباشا فين بقى؟ خلاص الدنيا باظت. ايه المشكله اللي حصلت هنا في القائد؟ ها؟ احنا لسه قايلين ان انت في مسؤوليه والتفويض والسلطه. انا اديتك سلطه على الجيش انك انت تبقى مهتم بيه، بس مع ده مسؤوليه القائد انه يعمل ايه؟ يشوف بعينه. واخدين بالكم؟ وريني كده اللي كله تمام، وريني كده اللي برقبتي. واخدين بالكم؟ يمكن كان هيبان ايه؟ ثغرات او ضعفات موجوده وكانت في حاجات فعلا واضحه جدا، بس للاسف هو ايه؟ كان معتمد على شخصيات اضطرت انها او سببت في ايه؟ في نكسه، في كارثه. واخدين بالكم؟ كل ده يعرفنا القائد ماله؟ مسؤول مسؤوليه كامله. بس طبعا بسبب ان هو عشان عنده كاريزما القائد لما قال لهم انا خلاص همشي عملوا ايه الشعب؟ قالوا لا اوعى، مش هترحل ابدا وهتفضل ايه موجود ومش هيبقى في حاجه اسمها تنحي والكلام ده واحنا عايزينك، لانه كان ايه؟ عنده كاريزما قائد. الفكره كلها ان الكاريزما هي اللي بتخلي الشخصيه مالها بتفرض نفسها وبتؤثر على ايه؟ على المجتمع لما استغلها واستخدمها صح. تعالوا نشوف كده نقطة مهمة يعني. إذا أردنا اكتشاف كاريزمة القائد ليس علينا إلا توجيه سؤال، ما هو هدفك في الحياة؟ مين ده؟ ده كان قائد برضه، واخدين بالكم؟ ها؟ القائد ده كان عنده، بصوا أنا نسيت أقول حاجة في البداية. بغض النظر عن نتائج هذه القادة، يعني عايز أقول لكم حاجة، ممكن نتفق أو نختلف على القادة، يعني هقول لكم حاجة مثلا. ايه رايكم في هتلر؟ هتلر ده كقائد، ما هو ده كان قائد وزعيم وحاجه كبيره جدا في المانيا. كان متهوى، ده بالنسبه لنا احنا بقى، بالنسبه للشعوب اللي اتاثرت بسبب ايه؟ بسبب فكره، بسبب، لكن الراجل ده كان قوه تاثيره على المجتمع الالماني كبيره جدا، لدرجه انه كان بيوصل لهم الفكر ان كل الشعب كل العالم ده مالهم؟ عبيد عندكم. انتوا اسياد العالم، فتخيلوا بيصدر لهم افكار مخليه الشعب ده ماله؟ لا بيموتوا فيه يعبدوه. يعني هتلر ده كان حاجه كبيره جدا بالنسبه للشعب الالماني. الراجل ده برضه كان عنده فكر، كان عنده رؤيه، ايه فكرته بعد النكسه؟ ها؟ يعمل ايه؟ تحرير روسيا، استرجاع الارض، وفعلا الراجل ده نجح في حاجه زي كده. كان قائد شاطر جدا وقدر ان هو يجمع ويعمل حاجات كتيره جدا جدا علشان يعمل ايه؟ يسترد الارض بتاعته. الراجل ده كان عنده حاجه مهمه جدا، اتفضل. طبعا يعني ده بص احنا بنتكلم على فكر مجرد، لكن طبعا طبعا ربنا اشتغل معاه، ده حاجه مهمه جدا، وفي حاجات كتيره بتحصل في بلدنا لو رجعنا للاصل هنلاقي طبعا ايد ربنا في كل نقطه. بس انا بقول لك على حاجه، يعني هقول لك حاجة، موسى مثلا، ما هو موسى احنا في التعريفات هو قائد، قاد الشعب لخروجه ايه؟ من ارض مصر. بس فعلا ربنا كان مديله ايه؟ حاجات كتيرة جدا ان هو يشتغل كقائد، بس عنده ايه؟ عنده الحتة اللي تعمل دي، بيسموها التالنت او بيديله الموهبة او الحتة الواحد في المية وربنا شغال بايه؟ 99، بس لازم ده عندك دي.
بالظبط. تمام. الافكار كلها اللي احنا عايزين نوصلها هي فكرة القائد ده شكله ايه، القائد ده بيعمل ايه. طبعا وجود ربنا ده شيء طبعا احنا متفقين كلنا عليه. الراجل ده كان عنده ميزة مهمة جدا جدا، فكرة انه بيبقى عنده حفظ، ذاكرة رهيبة جدا لحفظ الاسماء. اي حد بيشوفه مرة بعد سنين طويلة يفتكر اسمه ويفتكر الموقف اللي حصل بينه. ده معناه ايه بفكرة القائد او هيفيدنا احنا في ايه؟ بغزة اشكرك، بالظبط كده، اهتمام، اهتمام وتركيز في الناس وفي الشخصيات. تخيلوا كده لو انت بعد مدة طويلة في حد كده بعد سنتين تلاتة عشرة وشفت حد وتقول فلان، الاحساس رهيب. قول اي حاجة تانية بقى، محبة وحب وقول زي ما انت عايز، بس المهم كلمة ان انت فاكر اسمي. الحتة دي بتفرق جدا جدا على مستوى الخدام كمان، على الخدمة، الناس اللي بتخدم. لما تشوف طفل كده بقالك مدة ما شفتهوش وبعدين لما تشوفه وتقول له ازيك يا فلان، والشاب نفس القصة، قد ايه بيفرح، قد ايه بيفرح جدا جدا. احنا نفسنا على فكرة لما حد بعد فترة يندهلنا باسمنا تلاقي ابونا كده يقول اهلا ازيك يا مس فلانة بعد مثلا خمس سنين ما شفتيش. لا، احساس حلو، احساس جميل، ها ابونا فاكر اسمي، فلان ده حد شخصية كبيرة كده فاكر. احساس ده بيفرق قوي. الفكرة دي هو ده فكرة القائد. قد ايه بقى انت ممكن الناس تحبك بس بسبب صفة او اسلوب انت بتتبعه في حياتك. دي الكاريزما، دي الكاريزما اللي انت بتقدر تتميز بحاجة مختلفة عن ايه كل الناس اللي حواليك. احنا قلنا هتلر بالظبط، ما انا بقول لحضرتك بالظبط كده. ما هيبص بقى حضرتك، هقول لك حاجه، هي كمان معتمده بنسبيه. يعني جيفارا مش عارف عندهم هم كان له رؤيه ورساله بيدافع في بلدهم، هتلاقي ان الحته دي مختلفه. داعش بالنسبه لهم دي حاجه، واخدين حاجات. بس انا بتكلم على فكره القائد اللي احنا كمان بنتوسم فيه اسلوب متزن. ها اتفضل. الشعب كان بيحبه قوي وفعلا هو نصر ومش عارف ايه وليه قيمه وقعد مع كارتر ومش عارف ايه، وبعد كده هو عمل او جاله جنون عظمه لحد ما وصل الشعب اللي بعد 180 درجه الكل كرهه. بالظبط بالظبط. التدرج في الشخصيه محبوبه جدا، طبعا طبعا. لو انا ما عنديش توازن في حياتي، لو انا مش بعمل مراجعه لحياتي، ده التغيير، وللاسف ده تغيير سلبي. يعني انا ممكن كمان اكون في وقت من الاوقات، حتى على مستوى حضراتكم، في وقت من الاوقات كنت مثلا ماشي باسلوب حلو جدا في الحياه، الناس كلها كانت بتحب تقرب مني، بسبب ضغوط معينه، بسبب ان انا سبت نفسي لحاجات، زحمه شغل، ضغوط مش عارف عامله ازاي، حصل ايه بالنسبه لي؟ حصل تغيير. حتى ممكن جدا حد يجي يقول لك انت اتغيرت قوي، مراتك، جوزك، يعني الحته دي بتفرق. ليه؟ لو احنا ما راجعناش نفسنا هنلاقي فعلا زي ما حضرتك قلت. طب اذا كان على مستوانا احنا البسيط ده بيحصل كده، ما بالك بقى الناس دي فعلا زي ما انت قلتي ممكن بعد النصر والناس بقت بتهتف بيه ويا الى اخره. طبعا الكيرف ماله بينزل، لان هو مش واخد باله ان هو يعمل نفسه تطوير لحياته واخد باله من نفسه. طبعا بيحصل تغيير. الفكره كلها زي ما انا ابقى عندي ثبات في الحته في التقدم اللي انا فيه ده. كاريزما المدير. المدير احنا قلنا القائد ماله يا جماعه، بمنتهى البساطه تفسير القائد بيبقى موجود فين؟ موقعه ها؟ في الميدان. وفين؟ في الاول، اول واحد، اول واحد في الصف هو مين؟ القائد. حتى على مستوى الكشافه، حتى مستوى الثريه في الجيش، تلاقي القائد دايما هو اللي بيتقدم الصفوف. المدير بقى ماله؟ المدير العكس. القائد بيوزع المهام على الناس ولا يهتم بايه؟ بالتفاصيل. القائد ما بيهتمش بالتفاصيل، انا مديك السلطه ومديك مسؤوليه تنفذ الموضوع ده، لكن انا عايز بعد فتره اعرف النتائج ويبتدي يتعامل مع الشخص ده، عملت ايه في الحته دي. خلاص. المدير بقى مختلف. المدير اولا ما بيبقاش في اول الصف، المدير ماله؟ في اخر الصف، هو اللي بيتابع كل ايه صغيره وكبيره. زي كده كمان بيقول ايه؟ بيلحق، ها بيلحق ايه الحاجه اللي وقعت. فاهمين الفكره؟
المدير اللي ممكن تلاقي مثلا داخل تدفع في تي داتا ولا مش عارف تدفع فين، تلاقي واحد قام تلاقي المدير هو اللي قاعد، فاهمين؟ هو عارف كل ايه، كل الشغل ماشي ازاي، هو عارف كل واحد بيعمل ايه. ممكن جدا على مستوى المنظمات الاكبر مش بالضروره المدير يبقى عارف كل صغيره وكبيره قوي يعني، بس على الاقل فاهم الدنيا ماشيه ازاي. المدير هو اللي واقف في الاخر، المدير هو اللي بيسبورت او بيعمل دفعه لكل واحد، يشوف نقاط الضعف فين ويبتدي ايه يحسنها، ونقاط القوه ويبتدي ايه ينشط الناس ويبتدي يحمسهم ويديهم التشجيع. ده المدير الناجح. اشهر واحد في قصه المدير ده، وطبعا اعلاناته دلوقتي كترت جدا، بس صدقوني احنا كنا عاملين عنه الموضوع ده من فتره كبيره، نشوف كده الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها كمدير، دكتور مجدي يعوب. من فتره كبيره واحنا كنا بنقول ان دكتور مجدي يعوب مدير ناجح يدير، وكان بسبب اشهر اعلان كان من فتره كبيره طلع فيه بيه، انه كان بيخلي الناس كلها الاستاف بتاعه يطلع يقول كلمه ويقول حاجه معينه، وهو في اخر الاعلان قال ايه؟ شكرا. انا اشهر حاجه دايما شكرا على كل اللي فات ده، شكرا. بس ايه ده؟ ده انت الدكتور مجد، ده انت المفروض تطلع وتقول ده انا والحمد لله، وانا مش عايز اتكلم عن نفسي كتير. يعني دايما كده في الانترفيوهات اللي بيجيبوها له تلاقيه يتكلم عن الناس بشكل غير عادي، وهو مبسوط جدا وفرحان جدا، ويدي للناس كلها ايه؟ الاحساس بان هم دول اللي كانوا عملوا كل حاجه. واول ما المذيع ولا المذيعه تتكلم عنه تلاقي حتى ملامح وشه مالها اتضايق، يعني مش عايز حد ايه يتكلم عنه، محدش. دي شخصيه فعلا ممكن تكون يعني مش هتبان كده، يعني مش هنلاقي منه كتير يعني، واخدين بالكم؟ بس هو فاهم صح، فاهم يعني ايه اداره وعمل جماعي، فاهم يعني ايه مدير ويدير الناس، ويبتدي ان هو يدي لكل واحد الحته اللي هيعرف يبدع ويشتغل فيها بشكل رائع. بالظبط، اشكرك. على فكره انا بس كنت يعني كنت هقولها في الاخر، بس يعني انت ممكن جدا تلاقي نفسك في كل حاجه من الاربعه دول واكتر، بس فيك صفه مالها عاليه شويه. بالظبط كده، فيك حاجه متميزه زياده، هي دي اللي انت حاسس انك انت ايه فيها وميال فيها اكتر، وحاسس انك انت بتقدر على مستوى المجتمع. ما ممكن الفريق العمل اللي انت بتشتغل فيه انت حاسس انك زعيم فريق العمل، وتقدر بقى ده مين؟ ده ممكن يكون على فكره اللي في البيت، اللي في الشغل، اصدقائك. حاسس ان انت شخصيه من الاربع انواع اللي احنا بنتكلم عنهم، ولسه فاضل اخر نوع اللي هنتكلم عنه. ان الفرق بين المدير والقائد مهم للغايه، لان هناك من هو في موقع القياده ولكنه يقوم بمهام المدير، او العكس فتكون النتائج سيئه او سلبيه. من فضلك خد بالك ان المدير مختلف عن القائد، المدير بيشجع الناس، بيهتم بالتفاصيل. اهم صفات المدير دقه الفهم وحكمه التواصل، قوه المهارات الفنيه. طبعا المهارات الفنيه او الامكانيات لازم يبقى دارس وفاهم كويس قوي. خلاص نعدي ديت التحفيز، هو فهمنا ان هو عنده حاجه مهمه جدا، الحزم. دكتور مجدي يعقوب بيقال كده عنه ان هو حازم جدا، رغم ان هو يكون بشوش ويكون لطيف كده زي ما انتم شايفين في الصوره وحتى في الانترفيوهات اللي بيعملها، لكن في العمل والشغل ماله شخصيه حازمه طبعا، يعني ده بيلعب في القلب. يعني لو احنا اتدلعنا وهزرنا مع بعض، معلش وانا جاي لك اتاخرت اصل، يعني مش بالثانيه، يعني هو مش بيتعامل بالثانيه كمان، يعني بالفنتو الحاجات دي في منتهى الدقه، علشان كده يطلع شخصيه مالها رائعه وناجح بالشكل ده. لكن لو احنا اخدنا وبنهزر وبنتدلع، الحته دي مش موجوده في المديرين. لازم تبقى مع الحزم، مش معنى كده انك تكون دكتاتور يعني، لكن المعنى الصح انك تكون جد في شغلك. ممكن نبقى بنتكلم مع بعض بنهزر مع بعض، لكن وقت الجد لا، هو جد لا، وقت فعلا احنا العمل دلوقتي، احنا بنشتغل دلوقتي. فالحته دي كانت موجوده فيه، وبيعرف ايه يوزن الحته دي. طبعا احنا بنجيب شخصيات فعلا فريده جدا، وشخصيات بنتمنى ان ايه ان احنا نكون بالنسبه لها ديت، احنا بالنسبه لهم ايه ان احنا شايفين كده دول مثل اعلى لينا نمشي على خطاهم وطريقهم. ايه تاني؟
كاريزمة النجم. بصوا انا طبعا لو كنت جبت كلمة النجم في البداية، هو الكاريزما دايما احنا نقول النجوم، يعني هو ده شخصية كده مفهومة ومعروفة. انا حبيت الاول نشوف الشخصيات دي وبعد كده ناخد شخصية الكاريزمة النجم دي، ازاي بيتصرف، ازاي بيتكلم، ازاي بيلبس، ازاي بيتعامل مع الناس، ازاي بيبتسم، النجومية دي. وبرضه ما حبيتش اجيب لكم نجوم الفن لان برضه دي ايه مفقوسة ومعروفة واحنا شفناهم كتير. يعني لما نشوف مثلا ممكن نجم من النجوم لابس ساعتين ولابس يعني مش عارف فرش تنجيد ويعني ها وسلاسل مش عارف عاملة ازاي، كل ده بيعمل ايه؟ بيلفت الانتباه، بس دي مش النجومية ابدا، دي مش الطريقة اللي انت بتجذب بيها الناس علشان يركزوا معاك او يحسوا ان انت مختلف. لان ممكن جدا يكون انت شخص مش عارف تظهر نفسك. احيانا بنتفرج على مسلسلات ولا افلام قوية جدا وحلوة، بس للأسف مش عارفين مين اللي كتبها، رغم ان هو الكاتب ده هو اللي ادى الاحساس والروعة فين في المسلسل او في الفيلم او في القيمة او في الكتاب اللي احنا بنقراه. النجم يا جماعة هو ازاي انك تعرف توجد نفسك على الساحة، وازاي انك انت تكون شخص فريد جدا والناس كلها تقول فعلا احنا نفسنا نبقى زي الشخص ده. الشخصية دي نجم سياسي. يعني حتى في الانتخابات كده مش عارف لو تفتكروا في ناس كانت نازله تنتخبه، طب انت يعني تعرف ايه البرنامج بتاعه، طب هو عاوز ايه؟ لا بص في حاجه كده، لا اسلوبه كده راجل محترم، يعني عارفين انتوا تلاقوا كده التعريف اللي هو دايما بنقوله، راجل كده تحس ان هو باشا. يعني ليه؟ لان هو ده سبب الصور والطريقه بتاعته، نجم في نجوميه، عارفين هو ده الجاذبيه السحر، ها هو ده الاسلوب بتاعه. يمكن لو شفتوا صور تانية بس مش يعني ما جبتهاش تاني، بس يعني السيجار، يعني عشان بس ما حبيتش اجيبها عشان احنا في الكنيسة يعني مش معقولة بعمل دعاية على ماسكة الفنجان القهوة، قعدته وحطت رجل على رجل، الحتت دي كلها بتعمل ايه؟ بتجذبك. طبعا هو بيحمل رسالة، عنده يعني في وظيفة هو بيشتغلها فعلا، مش مجرد حاجة كده وخلاص. لكن كل ده بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، ان النجومية او انك توصل للمستوى ده ايه؟ دي موهبة من عند ربنا؟ ها ولا ممكن يبقى صناعة؟ الاثنين. حلو، جابوا صورة كده مرة لأوباما، اوباما معرفش صورة نزلت على الفيسبوك صح ولا مش صح، يعني انا بس لفتت نظري، يعني كان جاي كده لابس جاكيت احمر وبنطلون مخطط ابيض بخطوط حمراء، واخدين بالكم؟ وطاقية كده مش عارف شكلها عامل زي حاجة، ما عارفش بقى كان ايه، يعني شكله هو صغير خالص يعني، والدنيا وراه صعبة قوي يعني في افريقيا في مجاهل افريقيا، وكاتبين تحت كده ادي لنفسك امل وطموح لانك ممكن جدا في يوم من الايام تكون رئيس الولايات المتحدة الامريكية. زي مين؟ زي الاهبل ده، انا اسف يعني هم اللي بيقولوا كده، يعني الشكل بتاعه فعلا تقول عليه عبيط، يعني ايه شكله ده؟ ايه المنظر ده؟ ها؟ لكن بالكاريزما وبالطريقه وبالصناعه وصل ايه؟ انه يكون له شخصيه شكلها ايه؟ فريده جدا ومختلفه جدا ومسيطر جدا على ايه؟ على كل دول العالم. دي صناعه، قدر ان هم يصنعوا شخصيه زي اوباما. والولايات المتحده مشهوره جدا بموضوع صناعه القائد، ومن ضمن الصناعات بتاعتهم هو فعلا انه بيخلوك كاركتر كمان نجم. عشان كده زي ما قالت المس هنا انه فعلا انت ممكن تبقى الاربع شخصيات بس عندك ايه؟ شخصية متميزة، لكن لازم يبقى عندك بقية الشخصيات دي موجودة بس بنسب، بس ايه؟ بنسب. يعني النهاردة انت رايح مكان معين، كل مكان له اللبس بتاعه، يعني حتى نقول على مستوى الخدام مثلا في الخدمة، ما يفضلش انك تلبس يعني بنطلون جينز وكوتشي، ما في بجري مع الولاد وبتنطط الكلام ده في الرحلات في حتت معينه، لكن انت بتدي احساس بان المكان ده ماله، مكان مقدس جدا، بيفرق جدا طريقه لبسك. النهارده ما نعيبش على الولد اللي داخل الكنيسه بايه؟ بشورت. وممكن جدا نكتشف ان في بنات بتدخل بايه؟ بنطلونات مالها؟ بنات مالها؟ مقطعه، مش كده؟ كل ده ممكن يكون بقصد او بغير قصد، ده عندما احنا ادينا انطباع ان المكان ده ممكن يكون فيه ايه؟ عادي بقى مش مهم، يعني دي كنيسه يعني ايه المشكله؟ لا طبعا، لا طبعا،
المكان ده مكان ان احنا لازم واخدين بالنا من طريقة كلامنا، من اسلوبنا، من هزارنا، كل ده ها بيدي ايه احساس بان المكان ده مقدس، مكان مختلف عن الشارع. كل ده بننقله حتى على طريقة الكاريزما دي، الشخصيات دي، الشخصيات دي بتاخد بالها من كل كلمة. الفنانين دول او الواخد بقى النجومية، كل كلمة بيقولها، كل ابتسامة، كل حركة، كل حاجة محسوبة عليه، عشان كده يصل ان هو يكون شخص فعلا له ايه شخصية متميزة. الحضور المستمر، المظهر الخارجي، الصوت ونظرة العين، اسلوب الحركة والكلام متميز. في ايه؟ في تميز. طب الكلام ده ليه اعمله؟ الكلام ده محتاج ان كل واحد فينا ياخد باله منه، يغير من اسلوب حياته. محتاجه اعمل كده؟ يفرق في سني ده؟ اصلا انا كبرت خلاص؟ لا خالص خالص. الاحساس عندك بيحس كده ان انت فعلا شخصية مختلفة، يا ده انا حياتي كده بقت شكلها احلى، انا حاسس ان انا بطور من نفسي. عايز اقول حاجة مهمة جدا، اوعى تتخدع بفكرة السن، انا كبرت. السن ده يا جماعة، الناس بقى بتوع علم النفس، السن ده ما هو مجرد الا رقم، بس رقم، 30 40 50 60 دي ارقام، لكن ملهاش اي علاقة بايه؟ بالشخص، بامكانياته، بقدراته، تقدر تعمل الحياة. حتى يقولك كده دايما تبدأ بعد الستين، يعني هما بيحاولوا يدوا كده عزيمة للناس، بس الكلام ده مش كلامه بس. دايما اقول كده، شخصية مشهورة جدا، الكونال ساندرز، اللي هو مين؟ خواجة ايه؟ كنتاكي. بعد 65 سنة ابتدى يعمل ايه؟ اول مشروع بالنسبة له، وفتح في الهاي واي كده على الطريق السريع نصبة باللغة بتاعتنا، يشوي ايه؟ قصدي يعمل ايه؟ الخلطة السرية بتاعته بتاعت الفراخ، بعد ما اترفضت 1004 مرة ان حد ياخدها منه، ها؟ في كل المطاعم الكبيرة وكل الاوتيلات اضطر ان هو يبيعها بنفسه، الا بعد كده ايه؟ بقى اشهر مطاعم الكي اف سي اللي هي على مستوى العالم كله. اتفضل. ان هو كان معرض للانتحار، فكر في الانتحار اكتر من مره، لان المكافئات اللي كان بياخدها مش عارف اخد 100 وحاجه دولار كده يعني، ف مبلغ ده حتى المعاش بتاعنا يعني، حتى هنا طبعا بعد ما كان بياخد مثلا 1000 دولار بياخد 100 دولار ومش عارف. طبعا كان احساس ان هو خلاص يعني، ده اداله دفعه ان هو يكون شخصيه متميزه. ده بيخلينا، وده اللي بيقول لنا ان فكره الكاريزما ده معتمده على ان الشخص نفسه عايز يطور من شخصيته. اتفضلي على عمرو موسى. ما كانش الواحد في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، واللي درسه، وانا عارفه ان الكليه دي بتدرس لهم ازاي يتكلموا وازاي يقولوا والاتيكيت والمش عارف ايه، اكيد هو في حاجه مختلفه اللي هي احنا بنسميها الكاريزما اللي بتخليه هو يبقى شخصيه. يعني احنا في تاريخنا في مصر كان في وزراء خارجيه كتير، بس ما حدش يتسجل في الذاكره غير عمرو موسى بالنسبه لنا. لا هو في كمان، ما انا ما رضيتش اجيبه، مشهور جدا طبعا، ها؟ لا اشكرك بالظبط كده. بس بطرس غالي انا لو جبته في محاضره من المحاضرات، ما ده اصلا ابن باشا، فهو مش محتاج يتعب، فانا كده حرقت، يعني انا حرقت الشخصيه دي. بس هو فعلا هو متربي كده، بس احنا بنتكلم على شخصيه ما كانتش يعني عادي يعني. طبعا، فده هو مش محتاج كده يعني، هو الراجل لوحده بالظبط. دي الصناعة بقى، هي دي الصناعة، ازاي درس وبقى الشكل ده بالظبط كده. بالظبط كده، هو تربية الراجل ده. فانا كنت ممكن اجيب بطرس غالي، بس هي الفكرة انه هو ده اصله كده، اصله ابن باشا، فخلاص يعني تعبان في ايه يعني؟ اللي ربوه فرنسويين ومش عارف وانجليز وناس، يعني خلاص بقى مش تعبان في حاجة يعني. لكن بتكلم على شخصية زي كده، هو عمل نفسه او صنع نفسه، او بقى هو في عنده، انا مش بعمل دعايه عنه على فكره يعني، ممكن اكون ما بحبوش اصلا، بس هي الفكره كلها انه في شخص متميز عمل حاجه متميزه، او ان هو في طريقه تعامل جاذب للناس وجاذب للاسلوب بتاعه او الطريقه بتاعته. ده اللي بيخلينا نعمل حاجه مهمه جدا في حياتنا، ان احنا نشوف الشخصيات دي بتعمل ايه وايه اللي بيميزه، ويبقى ده نموذج بالنسبه لنا. ممكن جدا ابقى زيه، ممكن جدا ابقى اتعامل زيه، اعمل زيه. ودايما احب ادي مثال كده، الناس يا جماعه الاغنياء والمليونيرات والمليارديرات، طريقه تفكيرهم اكيد مختلفه تماما عن طريقه تفكير مين؟ الناس الفقراء. و
ومتوسط الدخل، واخدين بالكم اكيد طريقة تفكيرهم مالها مختلفة تماما، صح؟ ده اللي يخلي ايه؟ ان الناس دي بقت بالشكل ده، عندها الثروة دي، ومش بالضرورة ثروة المالية يعني، لكن عندهم فكر واهداف وعندهم طموحات في الحياة. طب يعني ما تعبوش في حياتهم خالص؟ مين قال؟ فورد ابتدى بايه؟ يقولك دايما عنده مقولة مشهورة، فورد، عارفين فورد العربيات الفورد؟ ابتدى بكام؟ بوان دولار، يقولك كده كان مشهور، يقولك اديني دولار وابني لك مصنع. مين تاني من الشخصيات؟ هوندا، عارفين هوندا الموتوسيكلات والمواتير الهوندا؟ الراجل ده برضو كان من الزيرو، بنى اكبر مصنع للمواتير والموتوسيكلات والعربيات والكلام ده كله. جات الحرب العالمية، بيل جيتس طبعا، جات الحرب، بس انا عايز اضيف حتة يعني، جات الحرب العالمية عملت ايه؟ راحت موقعة عليه قنبلة على المصنع الضخم الرهيب ده، دمرت له المصنع تماما، قعد يعيط بقى وخلاص والدنيا باظت. ابدا، اهتم وبنى مصنع. يعني الناس دي بتقدر تعيد نفسها مرة تاني. يبقى اذا القصة ما جاتش معاهم بايلاك كده ولا بالحظ، لا، ده الناس دي عندها فلسفة، عندها سعي للنجاح باستمرار، هو ده اللي عندهم المقدام، وعنده احساس ان هو يطور من نفسه، عكس واحد فقير دايما كده. الفقراء مش ده يعني فكرهم الخوف وعدم يعني يتقدم خطوة ويرجع 10 خطوات. الناس دي مختلفة تماما، عندها قلب جريء، عندها مسؤولية، يقولك ماشي انا هعمل دي، وايه المشكلة؟ طب ايه الاخطاء؟ طب خلاص انا هنفذ واشوف ايه اللي هيحصل. لكن احنا لا، عشان كده في فريق اسمه فريق المتشائم وفريق الايه؟ المتفائل. ايه الفرق بينهم؟ المتشائم يجد في كل حل، متشائم يجد في كل حل مشكلة، هنمشي من هنا، لا لو مشينا من هنا هنلاقي الطريق مقفول، وهنلاقي العربيات عاملة حادثة، وهنا مش عارف، وتلاقي الكل يطلع لك مصايب الدنيا كلها وسيناريوهات العقل عمال يطلعها عشان يقفل لك ايه الموضوع ده من اساسه. اما فريق بقى ايه؟ المتفائل يجد في كل مشكلة حل. يعني نص الكوباية ها ماله، فاضي ولا مليان؟ بالنسبة له هو ايه؟ مليان. هو يرى دايما الحلول، ها، حتى في كل المشاكل هو شايف ان في حل، في ممكن نقدر نعمل حاجة. هو ده اللي بيخلي الناس دي تختلف عن الناس دي. الحياة يا جماعة محتاجة انها تتغير، محتاجة انها باستمرار هي فيها مجموعة مشاكل، واحنا محتاجين ان احنا نعمل فيها ايه؟ نحل المشاكل اللي احنا بنعيشها. شخصية الكاريزما، سواء كنت زعيم، سواء كنت بتحمل رسالة، سواء كنت قائد على مجموعة، سواء كنت مدير بتسعى دايما انك تنشط اللي حواليك، سواء كنت كاريزمة النجم في اسلوبك، في لباقتك، في طريقتك في التعامل مع الناس، حتى فن البيع ده نجم، نجومية يعني، فاهمين؟ انا مش عايز ان نجم دي يعني ممثل، ها، لكن نجم دي حتى في طريقتك في التعامل واقناعك للناس واسلوبك في التعامل باسلوب راقي وحلو، دي نجومية، دي نجومية. الكاريزما هي مجموعة حاجات كتيرة جدا، انت بتعرف ازاي تطور وتغير من شخصيتك عشان تكون فعلا بتحمل شخصية كاريزمية. اخر حاجة، اذا كنت تريد ان تكون من الاشخاص الذين يجعلون الاخرين يبتسمون عندما يرون القادم، كلمة ابتسامة دي ملخص لفكرة ان الناس مستريح حالك، يعني الناس حابة وجودك وسطيهم، ما تقلدش حد، ما تقلدش دي غير ان انا كنت بقول لكم خدوا واحد مثل، ها، لكن ما يطولش شعره اطول شعره زي الشباب كده، ها، مش عارف لبس ايه البس زيه، ده مش هو ده، لكن ادور على الصفات واعمل ايه زيها. الثقة بالنفس ده مهم جدا، الاسترخاء، يعني ايه استرخاء؟ باستمرار يا جماعة احنا حياتنا مضغوطة جدا وفيها توتر، من فضلك حاول تعمل تمارين استرخاء، دايما تحاول تهدي نفسك، دايما تحاول تفكر اكتر، ها، تحاول باستمرار يبقى عندك هدوء في شخصياتك، بيسموه الثبات الانفعالي، ما تبقاش رد فعل، يعني حد زعق تقوم انت عامل ايه؟ مزعق، زي بالظبط العربيات، عربيه ما بتجري كسر عليا، لا انا هحصله واكسر عليه، ده رد فعل، ده رد فعل. لكن الصح ايه؟ زي السيد المسيح،
يتهموه ان هو مجرم ورئيس شياطين وحاجات كتيرة جدا، لكن كان بيعمل ايه؟ ردود مختلفة تماما بتعبر عن ايه؟ ان هو مش بينفاق للكلام بتاعهم، لكن عنده دايما ايه؟ ثبات انفعالي، بياخد باله من كل صغيرة وكبيرة. اظهار العواطف، دايما انت بتتعاطف مع الناس، دايما الناس فرحانة انت كمان بتفرح لفرحهم، مش هو فرحان انت بتغلي من جواك، اشمعنى هو يعني يا رب هو مش دعا عليه بلكونة عشان لا، انت بتتفاعل معاهم وبتحبهم عشان هم كمان يبقوا ايه فرحانين بوجودك وسطيهم، وانك انت كمان حزين وزعلان. فالتعاطف ده شيء مهم جدا جدا في الحياة، في الكاريزما، في الشخصية المختلفة والمتميزة. التزامن بين لغة جسدك والحديث، دايما تاخد بالك من كلامك ومن طريقة حركتك المستمرة. ممكن تلاقي واحد بيحكي تلاقي ايديه عمالة فاهمين مش عارف نظراته عمال يكلمك وانت قدامه وهو باصص في اتجاه تاني. خد بالك كل حاجة من الحاجات دي في البادي لانجوج زي ما حضرتك قلت كده مهمة جدا جدا، الاصغاء والاهتمام بالشخص اللي انت بتتكلم معاه. فكر ثم اتكلم، دي قضية مهمة جدا جدا. كم من الشخصيات اللي احنا بنعيش وسطهم من قبل ما تيجي تقول حاجة تبص تلاقي راح ايه متكلم وابتدى يبني هو افكار يا ابني مش كده، مش هو ده الموضوع اصلا، مش دي الفكرة. لا، ربنا خلق لنا ودنين عشان نسمع اكتر ما ايه ما نتكلم، دي مهمة جدا. فكر ثم اتكلم. التكلم باقناع، انك انت ازاي بتقنع الفكرة بتاعتك، زي الزعيم. الزعيم عنده رسالة، بيعرف يوصل وبيقنع الناس اللي حواليه بوجهة ايه بوجهة نظره. عامل الناس كما يحب ان يعاملوا، مش زي الرسالة القديمة اللي هي كانت ايه كما تحب ان يعاملوك، لا كما يحب هم ان يعاملوا. تأكد انك انت لو اديتهم اللي هم بيحبوا، تأكد ان هم هيبقى ده رد فعلهم ليك وفي التعامل معاهم. الصبر طبعا، انك تصبر على كل اللي حواليك، انك تتوسم ان هم ممكن يكونوا في حاجات ما كانوش فاهمينها، اصبر عليهم لغاية ما يستوعبوا الفكرة او المفهوم بتاعك، علشان يحسوا ايه انك انت انسان عندك كده ايه هدوء وبتصبر على الاخطاء بتاعتهم زي ما ربنا نفسه بيصبر علينا ايه بيصبر علينا كتير جدا. الابتسامة سر ومفتاح انك تدخل لاي شخصية، وانك تكون شخصية بشوشة. زي ما انتم شايفين بقى الصور بتعبر عن فكرة مهمة جدا لفكرة الكاريزما. ركزوا في الصور، ان الشخصية الكاريزما دايما بتفكر خارج الصندوق. الشخصية الكاريزما ذكي. الشخصية الكاريزمية دايما بتقدم المساعدة للكل، وبتسعى انها تكون بتتعاون مع الكل، ما يبقاش عنده انانية وهو البس وهو الافضل وهو الاحسن، لا دايما يحاول باستمرار انه يكون ايه مشارك للجميع. بشكركم جدا وان انتوا فعلا كنتوا منصفين، وان شاء الله فعلا احنا نكون كلنا شخصيات كاريزمية. بشكركم جدا ولمحبتكم والحسن انصافكم. شكرا.